بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافيه طلابي حبايبي. انا معكم استاذ انس عيان. ان شاء الله اليوم بدنا نشرح لكم موضوع كثير كثير مهم في الوزاره اللي هو الدريفيشن. عليه تقريبا في الوزاره 20 علامه، بيجي باربع جمل، كل جمله بتاخذ خمس علامات. هلا هذا موضوع الدريفيشن عشان اقدر احله لازم يكون معي ثلاث اسلحه. اول شيء راح يكون معي المواقع واكون عارف كمان النهايات، وفي عندنا اخر حاجه 911 احنا بنسميها حاله الطوابع. كيف ممكن الطالب يقدر يجيب العلامات؟ هون احنا 20 علامه ممكن نجيبهم. اول شيء رح نبلش بالسفكس اللي هي النهايات. طبعا انتم عارفين الدريفيشن اللي هو الاشتقاق بتتعلق عندك باربع شغلات كثير مهمه اللي هم البارتس اوف سبيتش، اجزاء الكلام، الناون، الفيرب، الادجكتيف والادفيرب. رح نبلش ان شاء الله اليوم بالناون. الناون هو الاسم، نتفق على شغله. اي كلمه بنتي عندك بشم او جن او انس، إنس، مينت، تور، اي تي واي، نس، اي اي اس، اي تي واي، الجمله بتكون عندي اسم، تمام؟ اذا في عندي اي تي واي مكرر مرتين، بستنى عنها، بتصفي عندي شن، جن، انس، انس، مينت، تور، اي تي واي، نس، اي اي اس، اي كلمه بتنتهي بهذول تعتبر عندي اسم. بالنسبه للفيرب ATE FY VE ISE IZE EN. أي كلمة بتنتهي بهذول بعطيها ايش؟ فعل. بالنسبة للصفات الأدجكتيف FUN for example beautiful، AN educational، ABLE INGED. هون بس ملاحظة كثير بسيطة على موضوع الـ ING والـ ED. أستاذ أنس أنت بتحكي لي إنه أي كلمة بتنتهي بـ ING أو ED هي صفة. بس انت حكي لنا فعل، تمام. استاذي يقول لها ملاحظه عندك، تجي كلام مره لو استاذي اشوف بدي احكي. اي كلمه في الدريفيشن الفعل دائما في الدريفيشن بيكون فيرب 1، بيكون مجرد. ركزت معي شو بحكي؟ دائما الفعل في الدريفيشن مجرد. ركزت معي، تمام. الاي ان جي والاي دي في الدريفيشن بعتبرهم صفات، صفات اخواني. ركزت معي، فور اكزامبل سكسيد، سكسيد بنتي الاي دي، هاي فعل، لا هي مش فعل. بدكم ركز مع شو بدي احكي، تمام. الادفير، ادفير معروفه طبعا اللي هي الواي، هاي طبعا الادفير حبيبه الطلاب. دائما الطلاب بيعرفوها على السريع، اذا اي كلمه بنتي الواي شو مالها؟ ادفير. تمام. هلا هون بدي لكم اشكال تركزوا على موضوع كثير كثير مهم اللي هو انا كطالب كيف ممكن اميز بين الخيارات؟ كان معك السفكس انت صح، انت 100%. بس اللي بدي اذا انا في الوزاره جبت اربع خيارات، كيف ممكن في طريقه سريعه نقدر نميز فيها الاسم من الفعل من الصفه من الظرف؟ فور اكزامبل بروديوس، برودكشن، برودكتيف، برودكتيفلي. نيجي لاسهل واحده، احنا اتفقنا انه اي شيء بتبدا الواي بيكون عندي ظرف. ركز على الحاجه اللي راح اسويها هسه على السريع. البرودكتيفلي اذا اتفقنا هون تنتهي ال واي. لو حطيت لي ايدك هون على ال واي بتصير في عندك صفر. اذا ملاحظه سجلها بمخك، الصفات اذا ضاف لها ال واي بتصير ظروف. احذف ال واي من الظروف بترجع صفات. فانا اذا في الوزاره جبتي من ضمن الخيارات كلمه وما فيها ال واي، انا هيك بعرف خيارين مش خيار واحد استاذ. الخيار الاول ال واي اللي هي الظرف، بس حذفت الظرف ال واي طلعت عندي ايش؟ صفر. بينها على السريع، تمام. في كمان قاعدة بسيطة نحكي لك دائما أقل عدد حروف دائما فعل. كمان مرة بقول أستاذ أنس على طول، أقل عدد حروف بالخيارات إخواني دائما فعل. ركزت معي؟ أعيد، أقل عدد حروف بالخيارات فعل. أي خيار بينتهي بال واي بيكون ظرف، احذف ال واي منه بيطلع عندي صفر. قلت شباب طيب هل هي أستاذ قاعدة أعملها في الوزارة؟ بس بشرط اقل عدد الحروف دائما فعل، ولكن بشرط ما يكون له نهايات. شو يعني نهايات؟ استاذي نرجع نسال نهايات الفعل. A T E F Y V E I S E I Z E E N. اذا كان في الخيارات في الشهر واحد من الخيارات دول، معناته بقدر اعتقد انه دائما اقل عدد الحروف يسمى فعل. طبعا المثال اميون، اميونايز، اميونايزيشن، تمام؟ تذكرت معنا هاي في تريد الجورنال، صح بلوري. اوكي، عندي شن تعتبر اسم. اليونايز راح تحكي لي عندي هون اقل عدد حروف يا
الطبع يونايز ينتهي بنهاية أفعال رايز إي معناها بغير فعل. طب هاي إذا مش نعتبرها صفة، طب ليش نعتبرها ظرف؟ ما بقدر أعتبرها ظرف لأنها ما تنتهي في الوقت. إذا إخواني نعتمد النهاية السفكس بشكل أساسي، ممكن يساعدوني كثير كثير أفرق بين الخيارات. آخر شو راح أحكي كمان مرة عن النهايات. طالبي العزيز، كيف أنت ممكن توفر الوقت على أساس إني أقدر أجاوب السؤال بشكل سريع؟ واحد، أي خيار من الواي يعتبر ظرف. احذف الألوان للخيار يطلع عندي صفة. أقل عدد حروف بنسميه فعل بشرط ما يكون له هاي النهايات. تمام شكرا؟ تمام. وهي مثالين وضحت فيهم إلى حدك. هسه شبابنا رح نعطيكم إن شاء الله المواقع، الأسماء والأفعال والصفات والظروف. طيب شبابنا اليوم بس رح نكمل المواقع. المواقع يكون رح يبلش اسمه مبدئيا بالفيرب. الفيرب قبل ما نبلش المواقع بنتذكر شغله بسيطه سريعا، ركز معي. دائما الفعل التريفيشن مجرد. هسه بنبلش احكي بالكلمه. راح نبلش المواقع دائما اخواني بعد التو مجرد. بعد المودلز، ايش هم المودلز؟ ويل، وود، شال، شود، كان، كود، ماي، مايت، ماست، هاز تو، هاف تو، اور تو. وبعد الدو والدز والدت، وبعد الهو والويتش يجيني فعل. بعد السبجكت الجمع، طبعا سواء كان عندي سبجكت جمع بروناون او نوم برضه بيشتغل عليها زي يجيني فعل. تمام شباب؟ هسا طلع لكم اذا بيجيك سبجكت بعدين انت بالادفيرب، شو الادفيرب؟ اللي هي كلمه بتنتهي بال واي اللي هي الحاله او الظرف. بعد ال واي لازم يجيني ايش؟ فعل. كمان مره سبجكت ادفيرب يجيني هون شو؟ فعل. هذول اخوان المواقع اللي راح يسمون ان شاء الله عشان اعرف انها الجمله شو بدها؟ بدها فعل. تمام؟ نيجي على المثال. فور اكزامبل، It is possible that all students will. Will عارفينها من المودلز. تمام، تذكر شبابنا مع بعض شو بدنا نحكي. حكينا اخوان في عندي خيارات دائما. اذا قبلت خياراتي بيطلع لي الجواب اسرع. نبلش، روحي على اي واحد، اي واحد شو حكينا عنها؟ ظرف، احسنت. تمام، احذف ال ال واي بالاضافه شو بيطلع عندي؟ صفه، وحش، اذا هاي صفه. تمام اخواني، شو طلع عندي هون؟ هاي الفعل. جود، كمان مره نسوي ال ال واي عرفتها ظرف، حطيت ايدي على ال واي طلعت عندي صفه، طلع عندي مين؟ الفعل. مثال ثاني، congratulations not money people ليه اخواني عندي هون؟ subject جمع. دائما subject جمع لازم يجي بعدها ايش؟ فير. بتذكر قاعدة أستاذ أنس شو هي؟ أقل عدد حروف بالخيارات إيش مالها؟ فعل، أحسنت. تعالي هون أقل عدد حروف هيها أتشيف. تمام، طيب ليش أوصل لدرجة أتشيف؟ مش الإيدي هاي الأفعال معلم التفكر على قبل شوي، الإيدي والأنجي هاي إيش؟ صفات، أي وحش هيك تذكر معي. إذا إخوان المن طلعت عندي اسم، الإيدي طلعت عندي صفة، والاتشيف طلع عندي فعل. ليش فعل؟ لانه حكينا اخوان دائما الفعل بالدريفيشن مجرد. خلاص ركزت؟ تمام اخوان. ماشي شباب، نصح ننتقل لمواقع الاسماء الناس. مواقع الاسماء شوي اطول ولكن ما ركز عليها، دائما في المسار ركزوا عليها. ماشي، بدايه راح نبلش بعد الا والان بالذات احنا بنسميهم الارتكلز اللي هم ادوات التعريف. اند بيجي بعدين الاسم. بعد اسم ملكيه برضه بنحط اسم. بعد احرف الجر زي مثلا ان، اون، اب، اباب، فور، فروم، اون، اندر. اوكي. بعد اسماء الاشاره اللي هم ذس، ذات، ذيس، ذوس. بعد محددات الكميه اللي كنت تفرز بنسميهم الفيو، افيو، ليتل، وليتل، اني، اوت اوف، ماني، ماتش، سم، اني. تمام، عندنا هون يا اخوان كمان بعد اوامر الملكيه، اوامر الملكيه زي ماي، هيز، هير، ذير، اور، يو. وعندي هون بعد التعداد ولكن بشرط التعداد لازم اكون مكتوب كتابه يعني بالاحرف وليس بالارقام، زي مثلا 1 2 3 فيرست سكند. تمام، عندي هون يا اخوان كمان انتبه على النقطه هاي. اذا جاب لي فراغ واعطاني بعد الفراغ مباشره فعل، دائما قبل الفعل اسم. لانه الجمله ببلش عندي بسبجكت، والسبجكت شو يا اخوان؟ اسم، صح ولا لا؟ فاذا جاب لي فعل بعد الفراغ بيجيني قبل الفراغ اسم اجباري. رقم 9، اذا جاب لي صفه
وبقى الصفة جاتي فرق برضو عندي اسم، لأنه دائما يا إخوان الصفة بتعرف من مين؟ بتعرف الاسم، صح ولا لا؟ أوكي، إذا صفة بعدها اسم. أوكي إخوان، هون خلاص بس فور إكزامبل سريع، ركز معي هون، أجل يو ذا. ذا أنا درست وبعرف إنه تعتبر أرتكلز اللي هي الذا والآن والآن، لازم يجي بعدهم إيش؟ اسم، تمام؟ عندي هون نزل الخيارات ديفلوب ديفلوبمنت ديفلوبمنتال. اوكي نركز فيها والله شبابنا. طيب يا استاذ كيف ركبت الاسم؟ انا حافظ السفكس حافظ النهايات، عندي هون ايش؟ من. احسنت، اذا هي الجواب الثاني ديفلوبمنت. طيب كيف ركبت لها اسم؟ على اساس معنى الموقع بعد الذا والان والان بنحط اسم، تمام؟ هون اجاني هوسبيتالز هاف الاه تعتبر من اخوات الذا والان اللي هي الارتكلز. اوكي استاذ اذا كيف ركبت الاسم هون؟ طاحن شباب عندي كومنت كومنتد كومنتمنت المنت ايضا تعتبر نهايات اسماء. اذا اخواني بحكي بشكل سريع يعني متكرر على موضوع الاسماء بدك تركز عليهم كثير كثير، الاسماء دائما تيجي بالوزاره. عندي هون اخوان 9 مواقع بدي احفظهم مع النهايات، اذا انا احفظهم بعقد ما في شيء صعب علي، انا قوي انا بجيب الفيريفيشن على السريع 20 علامه اخوان اليوم جبتك الصغيره واروح منها. طيب اول اخوان المواقع ركز عليهم كثير، هاي الامثله ولسه كمان شوي ان شاء الله تقدم الامثله وزنيه ونطبق عليهم. طيب شباب اليوم ان شاء الله كمان راح نكمل عن موضوع الادجكتيفز اللي هي الصفات. الصفات كثير كثير برضه مهمه معنا، لازم نعرف المواقع تعرفها. اول شيء اخواني بعد السو والفري والتو، هذول يا اخوان لازم يجي بعدهم اجمالي الصفات. اثنين بعد الفير تو بي اللي هم اولاد بي اللي هم از ام ار واز وير بي وبي. إجبار لازم عندهم صفات. رقم ثلاث عندي لوك عندي سين عندي فيل وعندي أبير، برضه شباب لازم نحط صفات. أوكي هون إخوان في شيء اسمه التركيب اللي هم تعمل كومباراتيف، بيجيني as as إجبار لازم نحط بين as و as صفة، زي مثلا as familiar as more أو less فراغ than، برضه لازم نحط صفة، زي مثلا بنحكي more comfortable than the gold is more expensive than the silver، تمام. عندي هون يا اخوان the most و the least بستخدمهم برضه بالسوبرلاتيف، اجبار لازم بعدهم صفات. اخر شيء يا اخوان نفس ربط الاسماء بس هون عمليه عكسيه، نركز فيها. اذا اعطاني فار وبعد الفار كان في اسم بنحط قبل الاسم صفه، ليش؟ لانه الصفه بيعرفوا في اسم، مش اللي حكينا قبل شوي، تمام اخوان. اذا اعطاني فار وبعد الفار ما جاء اسم قبل الاسم بنحط صفه وحش. أعطيني مثال. The graduation ceremony was a very very حكينا إجبار الإخوان لازم يجي بعدها صفات. طيب أستاذنا ساعدنا والله شوي كمان أسرع، كيف بدي أعرف الصفات بالخيارات؟ بنطلع حول. أول شيء إخوان لما نيجي على الميمورايز، الميمورايز بتنتهي بـ I Z E يعني تعتبر فعل. طيب يا أستاذ الميموري مش أنت حكيت لنا أقل عدد حروف يعتبر فعل؟ بس حكيت لك ركز اجمالي ما لازم يكون في الخيارات عندي احدى نهايات الافعال. طيب اذا يا استاذ يا ولد الصفه الصفه هي اللي الاي هاي الصفه. طيب بما يا استاذ شو تعتبر؟ اكيد اسم. اتفقنا يا اخواني كيف عرفت انا انها هي الصفه؟ عندي اللي الاي من ضمن النهايات، تمام. عندي مثال ثاني أجل one of the most important things that we give our children is a gold. وعندي ميثود هون يا اخواني، ميثود معناتها طرق وسائل، اسم يعني قبل الاسم شو بدنا نحط؟ صفة وحش. نطلع حوالي اخوان في عندي اربع خيارات، نركز شو بدي احكي. عندي اربع خيارات لقيت الواي سهل جدا يطلع عندي الصفة، ليش؟ إذا حددت الواي طلعت عندي ضرب، تمام؟ حط ايدك على ال واي بتطلع عندي اجباري اي صفه خلص ريح حالي على السريع منتهي ال اذا هاي الصفه، تمام اخواني. طيب يا استاذ ركز كمان مره فيها، انا كيف عرفت الصفه على السريع؟ اذا جاب لي اربع خيارات انا ارتحت نفسيا، كيف ارتحت نفسيا؟ ارتحت لانه اخواني جاب لي ال واي، يعني جاب لي ال واي بحط ايدي على ال واي بتطلع عندي مين؟ صفه. ركزت معي؟ امورك طيبه. اخر شيء اخوان صرت احكي عنه اللي هي مواقع الحال او الظرف. هسا شباب راح نرجع لموضوع الادفير، لازم ايش الظرف او الحال. الحال اخوان الحال الماضي. الحال السالي بدنا نحكي شغلات بسيطه للحال، الحال اللي هو
بس كان من موقع بسيط جدا زي ما حنا تركيب الموقع ما حدش موافق الحال تعرف انه لازم تنقل ون او ظرف اوكي بدايه اذا جبت ظرف بدايه الجمله واعطاني كوما فاصل على السريع هون ايجاب دائما ال ون او ظرف اثنين ركز في هون اذا جبت الفيرب تو بي او فيرب تو هاف يعني از ام ار واز وير او هاز هاف هاد واعطاني فراغ واعطاني فعل اجباري هون يا اخوان لازم استخدم ال واي ليش؟ ال واي تفصل بين الفعل المساعد وبين الفعل الرئيسي تمام هون يا اخوان اخر نقطه رقم ثلاث بجيب لي سبجكت واعطاني فيرب واعطاني اوبجكت وبعد الاوبجكت يا اخوان اعطاني فراغ هون يا اخوان بعرف انه برضه ال واي ليش؟ هاي بنسميها يا اخوان الفول سنتنسز يعني جمله كامله الجمله الكامله يا شباب بنستخدم نهايتها ال واي طب ايش الجمله الكامله؟ المكونه من سبجكت فير اوبجكت او سبجكت هيلدنج فير مين فير اوبجكت يجي نهايتها ال واي تمام في عندي يا اخوان بس قبل ما نفوت على المثال في عندي حاله شاذه يا ريت الكل يركز عليها هسه انت يا اخوان بجيب لي سبجكت وبعدين مودلز انت عارف ان انا بعد المودلز بيجيني فعل قبل شوي اخذناها تمام بس اكيد بعد تركيب مهم اذا جبت لي مودلز واعطاني فراغ واعطاني فعل فيرب 1 اجباري اخوان قبل الفعل لازم احط حال الواي كمان مره اعطاني مودلز الطالب شاف المودلز على السريع بده يحط فعل استنى شوي ما تحط فعل روح لي بعد الفراغ لقيت فعل برجع بحط ظرف على السريع مثال نيجي لهون امير كان سبيك انجلش امير كان سبيك انجلش عندي اخوان هون الكان زي ما احنا شايفين الكان تعتبر مودلز كويس وعندي سبيك فعل بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي اجباري بحط الواي في ون كي تمام؟ اذا هون يا اخوان هاي حاله شاذه نيجي يا اخوان لمثال ثاني بدايه الفراغ كان في عندي اي او في عفوا كوما بعد الفراغ مباشره كوما بعد الفراغ مباشره يا اخوان طبعا على السريع لازم احط الواي عندي ثلاث خيارات تراديشن تراديشنالي تراديشنال هذا طبعا اخوان مثال مزاري اجل 2018 الحال الاجباري تراديشنال كيف عرفت الخيار انه بينتهي بال1 هيك يا اخوان ان شاء الله نكون خلصنا مواقع الظروف يا اخوان بدك تركز عليهم شيء بسيط جدا سهل بالخيار اللي اعرفه ما في تعب نهائيا بس الحاله الشاذه انه اذا بجيب لي مودلز قبل الفراغ وبعد الفراغ مباشره كان في عندي فعل اجباري لازم احط ال1 وافهم شو بدي احكي دائما الظرف يفصل بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي كمان مره معي دائما الظرف يفصل بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي قول يلا شباب هسه وصلنا الوزاره وصار عندي حاله طوارئ مش عارف احل توترت في الامتحان عندنا يا اخوان حل كثير كثير مناسب في بعض الاحيان الناس بتشكك في هاي في هذا الحلقه هي كلمه صافح صافح يا اخوان مقسم من اربع حروف صاد الف فاء حاء هي مكسره من صاد صفه والالف اسم والفاء فعل والحاء حاء الطبعه اخوان لو وصلت هيك بدي امشي عندها هسه اذا كان في عندي صفه قبل الفراغ الجواب دائما بعد الصفه اسم لان دائما الصفه توصف الاسم تمام هسه اذا جبت اسم دائما بعد الاسم فعل هاي فعل طب اذا جبت فعل دائما بعد الفعل حال انا كمان هاي بس خليها بدايه صفه اسم بعد الصفه اسم وبعد الاسم فعل وبعد الفعل حال طب اجي حال بعد الحال صفه وهكذا تمام طب اذا جبت اخوان مثلا بعد الفراغ اسم قبل الاسم شو بيجيني؟ صفه بس ارجعها رجوع جنب الفعل قبل الفعل اسم جنب الحال قبل الحال فعل تمام كمان هاي الطريقه ان شاء الله 100% نقدر نسيطر حالنا في الوزاره اذا طبعا لا سمح الله صار في عندي توتر صار في عندي هيك معتقد بالحال مش عارف احل هون كمان ان شاء الله الطريقه 100% مضمونه ناخذ المثال الاول الكلمه ميد ماني مورتال ماثماتيكال عندي اخوان طبعا ماثماتيكال هي صفر وزي ما احنا متفقين يا اخوان هاي صفر على اسم شو بيجيني؟ اسم طيب يا استاذ انا كنت في الاسم ارجع لي يا اخوان الاسماء اللي اتفقنا عليها هي اي اي اس ديسكفرز تمام حبايبي الثاني this is a great between the two viewpoints of the study استاذي انا كيف عرفت كلمه great هي صفه تمام استاذي انت عندك اربع صفات متكررات جدا
عندك اللي هم big, small, great, important. هؤلاء إخوان أكثر أربع صفات متكررات مزارية. ركز عليهم دائما إخوان بعد الصفة يسأل اللي يسأل تطلع عندي contradiction. طب شو عرفني نهاية الأسماء؟ نهاية الأسماء شن؟ حكينا شن نوجد نو إنسومنت نو إنسومنت نومنت. تمام. عندي إخوان هسه أجيني مثال زيي. It seems that Ali doesn't want to retain the money dispute remainders. But also, can you see what she means? What she means? تمام. هو عندي فرق هون. عندي هون remainders. Remainders. جمع حلوين. يجي الأسامي. قبل اسمي ما شو بيجيني؟ قبل الاسم شو بيجيني؟ بده يجيني صفة إجباري. يا سلام عليك. أي اسم؟ قبل الاسم بيجيني صفة. طب شو العبارة أستاذي؟ أي اسم قبل الصفة؟ نرجع شغل صافي على السيء قبل الاسم صفة. طيب وين الصفة أستاذي؟ اتذكر شو حكيت لك؟ إنه الـ ED والـ ING بالديريفيشن تعتبر نهاية صفة. أحسنت معلم. هيك إن شاء الله إخوان إنه موضوع الديريفيشن صار بالنسبة لك سهل جدا، من 20 علامة إن شاء الله نقدر نجيبهم بكل سهولة. وإن شاء الله إخوان حتى تعطوني فيديو آخر على موضوعنا، على موضوع الريليشن اللي فيه اسئله وزاريه. يعطيكم العافيه اخوان، اليوم احنا خلصنا الحمد لله حصه الريليشن، ان شاء الله اكون وصلت المطلوب باذن الله تعالى، وبدنا نجيب ان شاء الله 20 علامه، ان شاء الله قدر يجيبه كثير 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 كبير. بتمنى اخوان انه هذا الفيديو يوصل اكثر عدد من الطلاب على اساس انه الطلاب ان شاء الله يستفيدوا منه. اي اخوان سؤال اي استفسار تبعوني على صفحه تعالى الفيسبوك تنشر مساليا، وبتمنى اخوان إن أقوم ما استطعت بأي شيء، وحبكم الأستاذ أنس عليان، تابعوني يا إخوان على صفحة الفيسبوك، وإن شاء الله إخوان رح نكمل بعض الفيديوهات، رح ننزل كمان مقاطع من السبورت والدايت والشيب والبيرسونال باسل بأقرب وقت ممكن، على أساس إنكم العطلة هاي تستغلوها لمدة أسبوعين إن شاء الله تعالى بدراسة أكثر وأكثر. ويعطيكم ألف عافية، وتنسوش دائما إخوان، وحبكم أنس عليان كثر، إلى الطاعة، وسكر عليك.